قبيله. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات من قلب أغب يعني ضواحي أغبلة إقليم بني ملال حصريا على شوف تي في. أجي نشوفوا الأجواء ديال التبوريضة وسط مشاركة مهمة لأجود الصربات من مناطق مختلفة بالمغرب والساكنة وكذلك متابعي قناة شوف تي في فرحانة وناشطة، فحياكم الله وتبارك الله عليكم. فدائما أجدد ألف تحية وشكر لكل مسؤول غيور على منطقة أغبلة، وهذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في من قلب دوار المسيد. انا دا ليك لايك تبارك الله عليك. Yeah.
كاو كاو زريعة بعض المتابعين يعني كيسولوا فين هذه في دوار المسيت ضواحي اغبال اقليم بنيم. بالنسبه للناس يعني اللي كتسول على الموسم فين كاين، هذا مهرجان المسيد يعني اللي كاين ضواحي اغبلة اتخمان اقليم بني ملال، فحياكم الله. يعني كنبغي انه يكون التعليق ديالي، لكن هناك رياح هنا بدوار المسيد باقليم بني ملال، فاللهم صيبا نافعا يا ارحم الراحمين، فاللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، فحياكم الله وتبارك الله عليكم. فدائما نجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة شوف تيفي، ونسمعوا يعني آخر تبوري ضل هاد الفرسان الرائعين.
نتمنى ان شاء الله ندوز الامور على احسن ما يرام. فحياكم الله متابعي قناة شوف تيفي. اشكر من خلال هذا البث كل من رئيس جماعه رئيس دائره اغبله اقليم بني ملال وكل اعوان السلطه وايضا قائد وباشا الاقليم. فحياكم الله وتبارك الله عليكم. وحتى لا ننسى ايضا رجال الدرك الملكي وشكرا إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.